انا مزوجه بشرى عمده بديل الزواج، وانا كان عندي العنف مع الزوج ديالي. كنتعرض للعنف، كنتعرض للضرب، كنتعرض للاهانات، كنتعرض بزاف د الحوايج. عندي جوج بنيتات في الدار، يعني ما مسوق حتى شي حاجه، يعني ما مهتمش بينا العيال، يعني يديرنا بحال زيد ناقص وراسه من فوق. حتى لدرجه ان ابن ديالي عندها 12 سنه ولات عايشه واحد ستريس، واحد العصبيه. البنيته صغيره كذلك، وقلت انا 12 عام ديالها تبعيت بالعنف. اتجهت للجمعيه، جيت لعندهم، استشرت انا وياهم، مشيت كتبت شكايات يعني تحت البت بدون جدوى. جيت للجمعيه هنايا، نصفاتني، صوبت لي البنت ديالي، طلعت للقضاء، دفعت درت الطلاق الشيقه. أنا دابا كنتسنى حالا، وعندي جلسة نهار 24 في هاد الشهر، وكيهددني وكيقول لي غادي نشدك غنخسرلك وجهك. بزاف ديال الحوايج وليت خايفة منهم، وليت أنني دابا كنتجه للمحكمة، وليت كنتخبى، مبقيتش كنقول لي أنا كنمشي للمحكمة، وليت كنتخبى عليه باش نتجه للقضاء يشوفوا يديروا معايا شي حاجة باش نتفك من هاد السيد. باش مبقاش يحط عليا يدي، مبقاش يضرب لي، مبقاش يعاير لي، كيعنفني معيار خايب. هذا الجسد ديالي كينقص من قيمتي، يعني بزاف ديال العنف كنتعرض ليه. كناكل العصب العشية وكناكل العصب الليل، يعني أي وقيته وليت كناكل فيها العصب. هذا اللي عييت، أنا دابا التجأت للقضاء وأنا كنتسنى أنت غادي دير معايا الحل، وأنا متابعة الملف ديالي. وانا ما غاديش نسكت على هذا الشيء نهائيا لانني انا عييت. شرف النساء باقي معايا دابا في الدار، سمعتي باقي معايا في الدار دابا حاليا. ما كنقولش لي كنقول لي خصك خصنا نتفرقوا ونمشي. انا اصلا ما عنديش فين نمشي بعدا، كيبان لي انني الا خرجت للزنقه غادي نتشرد. كارثه معاها في الدار، ريتها من الطلاق ديالي وغنمشي. سامحت في النفقه، سامحت في كل شيء، اي حاجه سامحت فيها. حتى ولادي بغيت اصلا نسامح فيهم ونزيد، زعما بغيت والو. انا اصلا اللي ديت معايا الوليدات ما عنديش وين غنديهم، ما عنديش ماوى فين غنخدعهم. صافي عييت، ما بقى ولا كيبان لي حتى شي حاجه، وكيبان لي غير هرب نمشي. واحد النهار كنت مشيت هربت، كيتبعني عند مرات عمي، كناكل العصا قدام الناس، يعني بدون جدوى بدون احترام. كنمشي للكوميساريه، كنتجه ليهم، كنقول بعضكم راه كيعنفني، راه كيضربني، كيجيو معايا كياخذوه يديوه للكوميساريه. كيبقى معايا واحد شويه كيطلقوا لي، كيجي عندي الدار. يعني نفس المعاناه، شفتي سيدي نفس المعاناه. وانا ما بقيتش قدرت بغيت نسكت على هذا الشيء، وتنقول للنساء ناضلوا النساء، ما تسكتوش على هذا الشيء. لا بقيتو كتسكتوا على هذا الشيء، يعني غيبقى مستمر فينا العنف ضد النساء. يعني ما نسكتش على هذا الشيء، لا ناضل، نشجع، نقاوم اي حاجه نقاومها قدامي، كيما جات قدامي خصني نقاومها. المهم ما نسكتش على هذا العنف، نحاول انني ما نسكتش، حيت اذا سكت على هذا العنف غتقاس بنتي، يتقاس ولدي، يتقاس فهمتي اي حاجه.